لنقاش البيان الذي أصدرته الهيئة بهذا الشأن، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العالي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. أصدرت الهيئة إذن بيانا عن استهداف المدنيين في ناحية ربيعة، وانطلاقا من هذا البيان كيف تفسر دكتور استهداف المواطنين في نينوى وفي عموم المحافظات العراقية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قبل مدة ربما أشهر عديدة قد قلت مثل هذه الظاهرة، لكننا نراها تعاود مرة أخرى، ومثل هذه الجرائم لا نجد أن وراءها في الأغلب بعدين اثنين. البعد الأول وهو البعد الانتقامي، وفي غالبه وهو طائفي وإجرامي، والبعد الثاني هو يرتبط بالمشاريع الإقليمية وتحديدا مشروع إيران في العراق وفي المنطقة. ومثل هذه الجرائم يعني دائما تمهد لقضية التهجير لسكان هذه المناطق، بغية تغيير التركيبة السكانية فيها تمهيدا لمشاريعهم. ونحن نسمع أن لها لإيران هنا مشروع مد طريق يصلها من إيران إلى سوريا ليمهد انتقال قواتها وميليشياتها من إيران إلى سوريا. كان بيان الهيئة وصف منفذي العملية بقوى الشر والظلام، ما هوية هذه القوى التي ذكرتموها في البيان؟ يعني هو هذه القوى معروفة، وهي لا سيما التي تسيطر على مثل هذه المناطق، وهي الميليشيات التي تقع هذه المناطق تحت قبضتها الأمنية ومن ورائهم طبعا الأجهزة الحكومية. لكن بغض النظر عن أي جهة تبنت أو لم تتبنى هذه العملية ومسؤولية هذه العملية، فبالتأكيد أن استهداف المدنيين الآمنين لا يجيزه أي عرف فضلا عن الأديان السماوية جميعا. فيما تتمثل أهداف هذه الجهات من استمرار حالة الفوضى الأمنية وترهيب الآمنين؟ يعني هو بالدرجة الأولى صناعة الإرهاب، هذا الإرهاب الذي اتخذ شماعة للمزيد من الأعمال الانتقام والاعتقالات وغيرها. وكما قلت في بداية كلامي يرتبط بالجملة أيضا بمشاريع إقليمية، وهي تغيير التركيبة السكانية في هذه المنطقة وغيرها، ولا سيما في منطقة ربيعة، حيث هنالك مشروع كبير تقوم به إيران لمعبر حدودي يربطها بين يعني يربط إيران بسوريا مرورا بالعراق ومن خلال هذا المنفذ. في هذا الواقع الذي تعيشه الحالة الأمنية في العراق، يتساءل كثيرون عن مدى أهمية دور الحكومة في الحفاظ على الأمن والاستقرار. الحكومة ليس لها دور اليوم إلا المحافظة على العملية السياسية التي هي أصبح أداة مهمة من أدواتها، ولا هم لهم إلا بالكراسي، محافظة على الكراسي التي وظف فيها، ثم ما يجنونه من أموال من صفقات بناء على هذه المناصب التي وصلوا إليها. أما خدمة الناس وكل أي موضوع يتعلق بالعراقيين، بالشعب العراقي، بمصالحهم، فإننا نرى أن هذه الحكومة بعيدة كل البعد، فأصبحت السمة الرئيسية لهذه الحكومة حتى الفروع الصغيرة لهذه الحكومات المتعاقبة بالاحتلال هي قضية المناصب وقضية الفساد الذي استشرى وبات يدركه ويعترف به الجميع، لكن للأسف اعتراف من دون علاج ولا أي تغيير. شكرا جزيلا لكم مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.